أشكر كل من حضر هذا الاجتماع وهذا المهرجان الكبير، وتم فيه تكريم مجموعة من الشخصيات المذكورة في ليبيا، وهي لها الشكر والتقدير والاحترام. ونتمنى من أخوة الفرسان أنهم يجتمعوا دائما على هذه البادرة الطيبة، وهذه البادرة موصي بها الله عز وجل في كتابه، عرفت، يجب علينا أن نحتفظ بها، فهي مقدسة من الله عز وجل ومكرمات الخيول. ونحن نشكر كل من شاركنا في هذا المهرجان، وإن شاء الله يجمع الشمل للجميع والتحرر للبلاد ويهني الله العباد، ونتمنى القدم والتقدير وكل التقدير لمدينة الجدابية ولليبيا أجمع. نهني كل فرسان اللي جونا من شرقها ومن غربها لمدينة جدابية المجاهدة، مدينة جدابية المنارة، ليس غريبة عليهم مدينة جدابية بالكرم والفرسنة والجود. ونهني كل من جانا هناهي في نادينا، نادي مدينة جدابية، من جماعة الشرق